السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات Smart Systems Academy التعليمية. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن System in DC Electric Machines، وهنبدأ من خلال السيستم نتعرف إيه الفرق ما بين السيريز موتور وما بين الشنط أو الدي سي شنط موتور، وإيه الأبليكيشنز المختلفة اللي ببدأ أستخدمهم فيها، وإزاي ببدأ أعمل سبيد كنترول وأبدأ أعمل ليميتيشن للستارتنج كارنت. كل ده هنبدأ نعرفه من خلال التجارب، وهنشتغل على السيستم الدي سي ماشينز، وده سيستم من إنتاج شركة لوكاس نول الألمانية. هنبدأ دلوقتي نشوف الكومبوننت اللي هنبدأ نستخدمها في التجارب. أول كومبوننت عندي باور سبلاي. الباور سبلاي ده ممكن استخدمه عشان يديني سبلاي 3 فيز او يديني دي سي سورس. فبالتالي انا عندي هنا 3 فيز L1 L2 L3 وعندي النيوترال. ده لو انا هبدا استخدم او اغذي الموتور السينكرونس سواء سنجل فيز او هبدا استخدمه 3 فيز. لكن انا هنا في التجارب الخاصه بالدي سي هبدا استخدم الدي سي سورس، وزي ما احنا شايفين عندي هنا two sources. اول سورس ده كونستانت بيديني 220 فولت، وتقريبا الماكسيمم كارنت اللي اقدر اخدها منه 6 امبير. تاني سورس عندي اللي هو الفاريبل، بقدر اغير في قيمه الفولتج، وطبعا بقدر اتحكم فيها من 0 فولت ل 250 فولت، والماكسيمم كارنت 10 امبير. يبقى ده اول حاجه، ده عندي ده الباور سبلاي اللي هبدا اخد منه الالكتريكال باور سواء دي سي او اي سي. تاني حاجه عندي البوتنشيومتر او المقاومه المتغيره. المقاومه المتغيره عندي انا مقاومتين، مقاومه بقدر اتحكم فيها من 0 اوم لقيمه 1 كيلو اوم، المقاومه الثانيه من 0 اوم ل 2.2 كيلو اوم. طبعا عن طريق الريوستات او البوتنشيومتر بقدر اتحكم في القيم دي. المقاومة دي ببدأ استخدمها ان انا ممكن اوصلها سيريز مع اطراف الارميتشر على سبيل المثال، عشان اشوف تأثير المقاومة دي على السبيد كنترول او عامل ليميتيشن للستارتنج كارنت، وده كله هنشوفه بالتفصيل في التجارب ان شاء الله. ثالث مكون عندي المالتي ميترز. المالتي ميتر ده بقدر من خلاله اوصل الفولت والكارنت اللي انا عايز ابدأ اقيسهم، وهو بيبدأ يظهر لي على الشاشة قيمة الفولت والكارنت، وكمان بقدر من خلاله احسب قيمة الباور والكيو والاس، وكمان قيمة الباور فاكتور. لكن انا هنا في الدي سي هعتمد على ان انا عايز اقيس قيم الفولت والكارنت والباور. طبعا ممكن اظهر على الشاشة ان انا اقول انا عايز اظهر قيمة ديجيتال او انالوج، انا هنا مخلي ان هو يظهر لي قيمة القراءات ديجيتال. تالت كومبوننت عندي السيرفو، وحدة السيرفو، ودي مكونة من جزئين. الجزء الاول الموتور، ده وحدة سيرفو بقدر استخدمه كموتور لو انا هبدأ اغذي الماشين دي كجنريتور لو هي عايزة حركة، فببدأ استخدم السيرفو هنا موتور، او ممكن ابدأ استخدمه كلود على الموتور. يعني لو انا هستخدم هنا دي سي موتور، فبالتالي اللود بتاعي بيبقى وحدة السيرفو دي، وبقدر طبعا زي ما احنا هنشوف في التجارب برضو بيمثل لي اكتر من لود، تورك لود كونستانت او تورك لود ممكن يبقى بيعبر لي عن لود زي الفانة وهكذا. يبقى ده ممكن يعبر لي عن اكتر من لود، زي ما قلنا التورك لود ممكن يبقى كونستانت او فان او بامب وما الى ذلك. الوحدة التانية هي وحدة السيرفو او اليونت الخاصة بالسيرفو ماشين تيست سيستم، ودي من خلالها بقدر اتحكم اعمل ان كنترول بتحكم في السبيد، او اعمل تورك كنترول فبقدر اتحكم في قيمه التورك. زي ما قلنا انا ده ببدا استخدمه كلود، فبالتالي لو عايز اتحكم في قيمه التورك بقدر اتحكم فيها من الوحده دي، وبقدر اتحكم فيها مانيوال عن طريق البوتنشيومتر او البكره دي، او ممكن ابدا اتحكم فيها اوتوماتيك او من عن طريق البي سي. يبقى انا كده ممكن ابدا اتحكم فيها مانيوال، او ممكن ابدا اتحكم فيها اوتوماتيك في قيم التورك والسبيد عن طريق البي سي زي ما هنشوف في التجارب. الوحده دي زي ما احنا شايفين برضو ممكن ابدا اوصل لها اطراف الموتور هنا، وببدا بوصلها كمان بالباور سبلاي، بحيث ان انا عندي هنا بروتكشن على الشافت. البروتكشن ده شافت جارد، عشان لو حطيت ايدي مثلا او ايدي جت بالغلط على الشافت فده بروتكشن ليا. طبعا لو انا جيت اشيل البروتكشن ده هلاحظ ان هنا نتيجه التوصيله اللي انا كنت عاملها ما بين الموتور وما بين
الباور سبلاي، هلاحظ ان هو هنا فصل لي وعمل لي ريليز للكونتاكت وبدا يفصل لي الباور سبلاي في الحال عشان يبدا يعمل لي بروتكشن. لو الجارد اتشال يبدا يفصل الباور سبلاي انستانتينيوس. هنبدا نوصل الجارد مره ثانيه. طبعا برضو من خلال الوحده دي بقدر ارسم الكاركترستكس المختلفه لانواع الموتورز المختلفه، وده كله برضو هنبدا نشوفه في التجارب. وزي ما احنا شايفين انا عندي هنا توصيلتين او كابلين، فالكابلين دول خاصين بايه؟ الكابل الاول ده خاص بالباور اللي بيدي باور لوحده السيرفو، الكابل الثاني ده الخاص بعمليه الكنترول. اخر حاجه عندي اللي هو الموتور او الماشين اللي انا هبدا اوصلها على السيرفو، والماشين دي ببدا اغير فيها سواء انا هبدا استخدم اندكشن موتور او دي سي موتور. فانا هنا موصل الدي سي موتور لان هو ده اللي هنبدا نشتغل عليه. دلوقتي هنبدا نشرح التجارب الخاصه بالدي سي شنط موتور. فهنبدا باول تجربه اللي هي الخاصه بازاي ببدا اعرف الريتد فاليوز الخاصه بالموتور، وكمان ازاي ببدا اعمل كونكشن لاطراف الفيلد واطراف الارمتشر مع بعض بحيث ان انا احصل على شنط موتور. واخر حاجه ازاي اعمل ليميتيشن للستارتنج كارنت، وايه هو اساسا الستارتنج كارنت وايه هي اضراره. فاول حاجه ببدا انفذها عشان اشغل التجربه، ببدا افتح برنامج اللاب سوفت، هو برنامج من انتاج شركه لوكاس نول الالمانيه. فالبرنامج ده هو انتر اكتف لاب سوفت، بقدر من خلاله يبقى فيه انيميشن بيوريني طرق التوصيل ما بين الديفايسز المختلفه عشان ابدا اشغل التجربه، وكمان بيبقى فيه الخطوات اللي ببدا امشي عليها عشان انفذ التجربه، واخر حاجه بيبقى فيه مجموعه من الاسئله ببدا اجاوب عليها عشان اتاكد ان انا وصلت للهدف من التجربه وفهمت التجربه بشكل صحيح. فانا اول حاجه هبدا افتح برنامج اللاب سوفت، وزي ما انا موضح عندي اخترت اول تجربه اللي هي الخاصه بالكونكشن اند ستارتنج. في البدايه بيبدا يقول لي سؤال معين، ايه هي النومينال داتا فور ذا دي سي ماشين، ايه هي الريتد او النومينال داتا الخاصه بالموتور بتاعك. زي ما قلنا انا دي ممكن ابدا احصل عليها من النيم بليت الخاص بالموتور. يبقى اي ريتد او نومينال داتا هقدر اجيبها منين؟ من الموتور بتاعي، هقدر اجيبها من النيم بليت. ففي البدايه بيبدا يقول لي الفولت النومينال الخاص بملفات الفيلد ملفات الارمتشر. هبدا ابص على النيم بليت، هلاحظ ان هنا بيقول لي الفولت النومينال 220 فولت. فبدات طبعا اجاوب على اول سؤال، بدات ادخل الفولت الخاص بملفات الفيلد وملفات الارمتشر 220 فولت و220 فولت. تاني حاجه قال لي ايه هو الاي نومينال الخاص بملفات الفيلد وملفات الارمتشر، برضه هبدا ابص على النيم بليت، الاحظ ان النومينال كارنت الخاص بملفات الارمتشر 1 امبير والنومينال كارنت الخاص بملفات الفيلد 100 ملي امبير. فبدات بالفعل اجاوب على الاسئله دي، 1 امبير والنومينال كارنت الخاص بالفيلد 100 ملي امبير. طيب برضه سالني سؤالين تانيين هقدر احصل عليهم من النيم بليت، ايه هي الباور ريتد وايه هي السرعه الخاصه بالموتور او النومينال سبيد. برضه زي ما انا ملاحظ ان الباور ريتد 0.2 كيلو وات 200 وات، فبدات ادخل القيمه دي، وبرضه لاحظت ان النومينال سبيد كانت 2000 ار بي ام، فبدات اجاوب ان الان ب 2000 ار بي ام. بعد ما البرنامج بدا يسالني مجموعه من الاسئله وبدات احصل على الاجابات المختلفه، هبدا اعمل في البرنامج تشيك انسرز. فبيبدا هو في الحال يقول لي الاجابات بتاعتك كوريكت او انكوريكت او فيها ايرور، فبيبدا يظهر لي زي ما هو موضح لي هنا الاجابات بتاعتك كوريكت. طيب هبدا اكمل التجربه. هنا بيبدا يقول لي ازاي تعمل كونكشن ما بين الملفات المختلفه الخاصه بالفيلد والارمتشر لو انت عايز تشتغل على الدي سي شنط موتور. فهنا زي ما انا ملاحظ دي التجربه ببساطه، انا هاخد الدي سي سورس اللي هو ال 220 فولت، هبدا اخد معايا سيريز
مقاومة متغيرة، دي سيريز زي ما احنا شايفين مع ملفات الارميتشر، وابدأ اقيس الفولت والكرنت الخاصين بملفات الارميتشر، في ارميتشر واي ارميتشر. فانا هنا وصلت المالتي ميتر، وصلت اطراف الفولت على ملفات الارميتشر بارلل، وخدت معايا سيريز الاميتر عشان ابدأ اقيس الكرنت. فده كده اول حاجة، دي ملفات الارميتشر. زي ما قلت عندي حاجتين هستخدمهم معاها، اول جهاز اللي هو المالتي ميتر هبدأ اقيس الفولت والكرنت الخاصين بالارميتشر، وفي مقاومة هنا سيريز هبدأ اتحكم فيها عشان ابدأ اتحكم في الاي ارميتشر، وابدأ اعمل ليميتيشن للستارتنج كرنت اثناء عملية الستارتنج. طيب ملفات الفيلد انا واخدها دايركت من الدي سي باور سبلاي، ومش عامل عليها اي حاجه، جاست ان انا بغذيها بالباور عشان تبدا تديني فلوكس او فيد. طيب فايه هي فكره الدي سي شنط باختصار؟ انا عندي هنا زي ما قلنا ملفين، الملف الاول ببدا اغذيه بدي سي، والملف الثاني ببدا اغذيه بدي سي باور. طبعا لما بيمر تيار كهربي في الملف بيتولد مجال مغناطيسي، وبالتالي انا عندي هنا دلوقتي اتولد مجالين، لان عندي ملفين مر فيهم تيار كهربي. المجالين دول طبعا نتيجة القانون اللي احنا عارفينه، الاف بتساوي ال اي بي في ساين سيتا. انا عندي الملف ليه لينس معين، وكمان مر فيه تيار معين لان انا غذيته بباور سبلاي، وكمان ابتدى يتولد فلوكس نتيجة مرور التيار الكهربي ده في الملف اللي هي البي، فبالتالي هيتولد فورس معينة زي ما قلنا القانون ال في الاي في البي في ساين سيتا. وبالتالي نتيجة وجود ملفين ومجالين اتولد عندي تو فورسز، الفورسز دول عملوا لي تورك معين بدا يحرك لي الموتور. فدي فكره الدي سي موتور باختصار، ودي التوصيله اللي هنبدا نوصلها على السيستم. فهو برضو ما اكتفاش بان هو يشرح لي التوصيله كده، ابتدى يوريني ازاي اوصل التوصيله دي على السيستم، فدي تاني حاجه هنشوفها. هنا بيقول لي ازاي بقى تبدا توصل الكلام اللي انت اتشرح لك فوق. فهنا زي ما احنا شايفين واخد الدي سي باور ومغذي بيها اطراف الفيلد واطراف الارميتشر، ووصلت معايا في النص المالتي ميتر، وكمان وصلت سيريز مع اطراف الارميتشر المقاومه المتغيره من 0 اوم ل 1 كيلو اوم. وما ننساش ان انا لازم اوصل الموتور بوحده السيرفو، ولازم احط الشافت جارد عشان الباور سبلاي يبدا يشتغل. فانا طبعا بدات اوصل التوصيله دي. هنا بيبدا يقول لي شغل الاوبريشن وشغل الموتور واحسب الستارتنج كرنت قبل ما تعمل اي حاجه. فانا في البدايه هخلي المقاومه بزيرو لكني مش مدخله معايا في الحسابات، وهبدا اشغل الموتور واشوف الستارتنج كرنت. هو طبعا هيعلى في لحظه معينه، فانا لازم ابقى سريع في القراءه، وبعد كده هيوصل لقيمه الستيدي ستيت بعد فتره الستارتنج. فانا هبدا دلوقتي اشغل الاوبريشن، هبدا دلوقتي اعمل اون للدي سي باور سبلاي، وزي ما قلت انا عامله على 220 فولت. طبعا لازم اختار هنا القيم اللي انا عايز ابدا اقيسها، فانا هختار من خلال التاتش ان انا عايز اقيس قيمه الفولت والكرنت. هنا بيقول لي ان الفولت اللي متسلط 210 فولت، اللي هو تقريبا انا ببدا اغيره من هنا، فانا كده خليته 220 فولت. وبيقول لي ان التيار الخاص بالارميتشر في الحاله دي ان انت مش موصل لود، ان انا مخلي التورك بزيرو. فهنا بيقول لي ان الكرنت الخاص بالارميتشر 0.3 امبير، وكمان بيقول لي السبيد ب 2060 تقريبا ار بي ام. فدلوقتي السيستم في حاله الستيدي ستيت. طب انا عايز اقيس قيمه تيار الستارتنج، هبدا اعمل اوف للسيستم، وطبعا عشان احصل على قيمه الستارتنج كرنت لازم طبعا ابقى سريع في اخذ القراءه، لان هي حاله انستنتينيوس او بتاخد فتره صغيره جدا، وبعد فتره الستارتنج زي ما احنا شفنا التيار بيفضل ثابت في حاله الستيدي ستيت. فانا دلوقتي هبدا اعمل اون واشوف قيمه الكرنت الستارتنج، هبدا اشوفها.
لاحظت ان الكرنت وصل ل 5 امبير، ودي تقريبا 5 اضعاف قيمه التيار الريتد. زي ما قلنا ان الريتد كرنت كان عندي ب 1 امبير، ده الريتد كرنت الخاص بالموتور. اثناء الستارتنج الكرنت عندي وصل ل 5 امبير، يعني 5 اضعاف التيار الريتد، وده طبعا بيأثر لي على الملفات، والملفات بتبدا تسخن وممكن ياثر لي على الموتور. فعشان احل مشكله التيار اثناء الستارتنج هبدا احط مقاومه في النص سيريز مع ملفات الارميتشر، بحيث ان انا لما ازود المقاومه دي، طبعا زي ما احنا عارفين ان المقاومه بتتناسب عكسي مع التيار، وبالتالي كل ما بزود قيمه المقاومه قيمه التيار هتبدا تقل. فانا هنا حاطط المقاومه في البدايه كانت بصفر، يعني ما فيش مقاومه عندي في السيستم. هبدا اخلي المقاومه دي ب 50 او ب 47 بالظبط. القيمه دي جبتها منين؟ طبعا برضو قدرت اجيبها من الخطوات الخاصه ببرنامج اللاب سوفت. فهنا انا خليت المقاومه ب 47 اوم، وطبعا الاحظ ان الستارتنج كرنت هنا عندي في السيستم هيبدا يقل. هبدا اعمل اون واوف للسيستم مره ثانيه واخد قراءه الستارتنج كرنت. لاحظت ان الستارتنج كرنت هنا بقى 1.7 امبير، وطبعا كده قل بقيمه كبيره جدا. من غير المقاومه كان بيوصل ل 5 امبير، دلوقتي انا قدرت اوصله لتقريبا 1.5 امبير، ودي قيمه مقبوله طبعا، وكده تاثيره على الملفات اقل بكتير من قيمه ال 5 امبير. دلوقتي دي كانت التجربة، هبدأ أشوف الأسئلة المختلفة ونبدأ نجاوب عليها. هنا بيبدأ يقول لي أثناء تشغيل الموتور سرعة الموتور كانت أعلى من النومينال سبيد ولا أقل؟ فأنا ابتديت أقول له ذا موتور روتيتس ات هاير سبيد مور ذان ذا نومينال سبيد. زي ما قلنا إن النومينال كانت 2000، وهنا اللي كان ظاهر لي على الشاشة 2060 ار بي ام تقريبا، فبالتالي بدأت أقول له إن السرعة أكبر من النومينال سبيد، لأن أنا مش موصل أي لود. تاني حاجه بيقول لي ايه الدايركشن الخاص بالموتور. طبعا الدايركشن زي ما احنا لاحظنا من خلال دوران الموتور كان في اتجاه عقارب الساعه كلوك وايز، فبدات اقول له الروتيشن از كلوك وايز. اخر حاجه بيقول لي، قلت له ان سويتشنج كرنت از هاير ذان ذا نومينال كرنت، لان زي ما قلنا ان هو كان 5 امبير و1.5 امبير، وبالتالي الستارتنج كرنت بيبقى اعلى من الريتد كرنت. هنا انا عايز بقى ابدا اشوف الكاركترستكس الخاصه بالدي سي شنط موتور. لو انا زودت في قيمه التورك او زودت في قيمه اللود على الموتور، ايه اللي هيحصل عندي في السبيد، وايه اللي هيحصل عندي في قيمه الكرنت الخاصه بالارميتشر؟ فهنا بيبدا يقول لي هتغير قيمه التورك بقيم مختلفه 0.2 0.4 0.6 و0.8 وهكذا، وتبدا تاخد قراءات السبيد المختلفه في كل حاله، وكمان تاخد قراءة الفولت الارميتشر والكرنت ارميتشر. فانا دلوقتي الهدف من اللي انا هعمله دلوقتي ان انا اشوف ايه تأثير زيادة اللود على السرعة والكرنت ارميتشر. دلوقتي هنبدأ تشغيل التجربة. فاول حاجة هبدأ اعملها، هبدأ اعمل اون للباور سبلاي، بحيث ان انا اسلط قيمة ال 220 على ملفات الفيلد وملفات الارميتشر. فهبدأ اعمل اون السيستم. الاحظ ان بالفعل الموتور بدأ يشتغل. اول حاجه عندي انا مخلي التورك بزيرو، وزي ما قلت انا ممكن ابدا اتحكم في التورك عن طريق الوحده دي، وبالتالي لازم ابدا اظبط مجموعه من الاوبشنز. فابدا اول حاجه اختار النوع اللي انا هبدا استخدمه اللي هو الدي سي، ولازم اعمل المود ام كنترول. الام كنترول يعني هبدا اتحكم في التورك او اللود اللي على الموتور. في البدايه هنا بيقول لي ابدا بالتورك بقيمه 0.2 ووصل ل 0.4 و0.6 وهكذا لحد 0.8. ممكن نبدا ناخد 3 نقط او نقطتين ونشوف تاثير ده على السيستم. هبدا ب 0.2 زي ما احنا شايفين، ببدا اتحكم في قيم التورك عن طريق البكره اللي انا شايفها. فانا دلوقتي مخلي قيمه التورك 0.2 نيوتن متر. كانت السرعه عندي تقريبا 1800 ار بي ام، ولو جيت اشوف قراءة الكرنت والفولت، كان الفولت تقريبا ب 200 فولت والكرنت ب 0.5 امبير. فابدا ادخل القيم دي.
قيمه السرعه 1800 ار بي ام، والكرنت بنص، والفولتج تقريبا ب 200 فولت. وطبعا هو بقيمه 200 لان انا حاطط هنا سيريز مقاومه زي ما قلنا اللي هي كانت اثناء عمليه الستارتنج، وانا هنا ما خرجتهاش من السيستم لسه حاططها. طبعا ممكن ابدا اخرجها بعد كده عشان اسلط الفولت كله على اطراف الارميتشر واللوسز تبدا تقل، ولكن انا هبدا اكمل على كده ان انا هفضل موصله عشان القراءات كلها تبقى زي بعض. تاني حاجه هزود قيمه اللود على الموتور وهنشوف تاثير ده على السرعه والكرنت اللي بيبدا اسحبه من الموتور او الموتور يسحبه. دلوقتي قيمه التورك بقت 0.4، لاحظت ان قيمه السرعه قلت، وده طبيعي ان انا لما بزود اللود على الموتور سرعه الموتور بتبدا تقل، وكمان لاحظت ان الكرنت بدا يزيد، وده برضو طبيعي ان الباور لما اللود بيزيد الباور بتبدا تزيد. فانا هبدا ادخل القيم دي، السرعه ب 1700 او 1680، والكرنت 0.8 تقريبا، والفولتج تقريبا ثابت ب 200 فولت. انا كده لاحظت لما زودت قيمه اللود السرعه ابتدت تقل والكرنت ابتدى يزيد. هبدا اخد قراءه ثالثه، ممكن اخد قيمه 0.6. زي ما احنا ملاحظين السرعه بدات تقل اكتر تقريبا 1580، والكرنت ابتدى يزيد تقريبا بواحد امبير. هبدا ادخل القيم دي، هبدا ادخل القيم واعمل اوف للسيستم. قيمه الكرنت كانت 1 امبير، السرعه 1580، قيمة الفولتج تقريبا كانت ثابتة اللي هي بقيمة 200 فولت. هبدأ من خلال البرنامج اقول له ارسم لي القراءات دي في صورة جراف عشان ابدأ اشوف العلاقة ما بين التورك والسرعة والكرنت. فهنا طبعا هبدأ ادوس على كلمة تشارت، هلاحظ ان هو هنا رسم لي العلاقة ما بين التورك وما بين السبيد والاي ارميتشر وما بين الفولت. الفولت تقريبا كان كونستانت لان الفولت زي ما احنا عارفين بيعتمد على الدي سي باور سبلاي، وانا ما غيرتش في قيمه الدي سي باور سبلاي، وبالتالي هو تقريبا كانت قيمته كونستانت. تاني حاجه العلاقه ما بين التورك والاي ارميتشر، هنلاحظ ان العلاقه لينير، التورك تقريبا بيتناسب طردي مع الاي ارميتشر، وزي ما احنا شايفين العلاقه لينير، كل ما التورك بيبدا يزيد كل ما الكرنت اللي الموتور بيسحبه بيبدا يزيد. طيب ايه هي العلاقه ما بين التورك او التورك لود وما بين السبيد؟ هلاحظ ان العلاقه زي ما احنا شايفين عكسيه، كل ما اللود بيبدا يزيد على الموتور كل ما سرعه الموتور بتبدا تقل، وده طبيعي لان انا لو زودت اللود هلاحظ ان السرعه الخاصه بالموتور ابتدت تقل. فده كده بس كان الكاركترستكس الخاصة بالموتور. وزي ما احنا شايفين لو انا عايز اشوف العلاقة ما بين التورك وما بين السبيد، هلاحظ ان العلاقة تقريبا عكسية وهتستمر عكسية. لو انا فضلت ازود في اللود في قيمة التورك لحد ما اوصل لقيمة الريتد، هوصل لقيمة الان ريتد. فدي كانت الهدف او دي كانت التجربة الاولى. زي ما احنا شفنا قدرنا نعرف ازاي ابدا احصل على قيمة النومينال فاليوز دي، قلنا ببدا احصل عليها من النيم بليت. تاني حاجة عرفنا هي العلاقة ما بين التورك والسبيد وما بين التورك والكرنت وما بين التورك والفولتج الخاص بالارميتشر، وكمان قدرنا نعرف ازاي ببدأ اوصل اطراف الفيلد واطراف الارميتشر، ولو عايز اعمل ليميتيشن للالكتريكال كرنت ببدأ اعمله ازاي. دلوقتي هنبدأ نعمل كونكلوجن سريع للي احنا فهمناه من التجربة. اول حاجة دي سي شنط موتور، زي ما احنا قلنا ان الملف بيكون من ملفين، الملف الخاص بالفيلد والملف الخاص بالارميتشر، والاثنين كنت مغذيهم من نفس السورس وكنت موصل الملفين مع بعض توازي. يعني انا هنا موصل نفس السورس البوزيتيف والنيجاتيف، موصلهم على ملفات الفيلد
وبرضه نفس السورس موصله على بداية ونهاية ملفات الأرمتشر، وبالتالي توصيلة كده الملفات بقت توازي، وبالتالي بقى اسمه شنط موتور. طيب احنا عرفنا من خلال التجربة ان كل ما بزود في قيمة التورك او في قيمة اللود، كنت بلاحظ ان السرعة الخاصة بالموتور بتبدأ تقل، وكمان الاي ارمتشر التيار اللي بيسحبه الموتور كان بيبدأ يزيد. يبقى كده عرفنا ان التورك بيتناسب طردي مع التيار وبيتناسب عكسي مع السرعة. طيب عايزين نعرف الحاجات دي من خلال القوانين، جت منين العلاقات دي؟ دي الايكويشنز اللي هنبدأ نشوفها. اول حاجة الاي ام اف، القانون بتاعها بيساوي الكي في الفاي في الاوميجا، وبالتالي عند ثبوت الكي فاي انا هنا ما بغيرش في قيمة الكي فاي، لان انا ما بغيرش في قيمة الاي اف، هنا معتمدة، ممكن تتغير بتغير لو انا حطيت مقاومة هنا او لو انا غيرت في قيمة الفولت اللي متسلط على الفيلد، وبالتالي انا هنا ما غيرتش في قيمة الاي اف، وبالتالي الكي فاي كونستانت. فانا هنا قلت ان الاي ام اف تتناسب طردي مع الاوميجا او مع السرعة. طيب تاني قانون ان التورك بيساوي كي فاي في الاي ارمتشر، وبالتالي برضو لان الكي فاي هنا كونستانت فالتورك بيتناسب طردي مع الاي ارمتشر. ودي اول علاقة عرفناها من خلال التجربة ومن خلال القراءات اللي خدناها والرسمة اللي رسمناها. فكده من خلال القوانين برضو لاحظت ان التورك الكتريكال او التورك يتناسب مع التيار اللي بيسحبه الموتور. طيب اخر قانون عندي الفولت. انا دلوقتي هتكلم عن اللوب الخارجيه. الفولت توتال او الفولت ارميتشر بيساوي الفولتج دروب اللي على مقاومه ملفات الارميتشر زائد الاي ام اف، وبالتالي لو انا مشيت على اللوب الخارجيه الفولت توتال بيساوي الاي اي مضروب في قيمه الار اي بلس الاي ام اف اللي ظهرت لي في الموتور. يبقى انا كده قانون الفولت بيساوي الاي اي في الار اي الفولت دروب اللي على المقاومه زائد الاي ام اف الخاصه بالموتور. وزي ما احنا قلنا من القانون الاول الاي ام اف بتساوي الكي في الفاي في الاوميجا، فبرضه نفس القانون هيبقى الفي بتساوي الاي اي في الار اي زائد الكي في الفاي في الاوميجا. طيب انا كنت مثبت في التجربه قيمه الفولت ما كنتش بغيره، وبالتالي لما كنت بزود التورك كان التيار بيزيد، لان خلاص عرفنا هنا ان العلاقه طرديه. فانا لما كنت بزود في قيمه التورك كان التيار الخاص بالارميتشر او التيار اللي بيسحبه الموتور كان بيبدا يزيد، وبالتالي عشان اخلي العلاقه دي كونستانت لازم من المعادله اللي احنا شايفينها ان الكي في الفاي في الاوميجا تبدا تقل. ليه؟ ان زي ما احنا قلنا ان الفولت هنا كونستانت هو بيساوي الاي اي في الار اي بلس كي في الفاي في الاوميجا. فانا لو عندي الطرف الاول هنا الاي اي في الار اي بدا يزيد، فلازم الجزء الثاني من المعادله يبدا يقل عشان في الاخر اوصل لنفس القيمه اللي هي الكونستانت ال 220. فانا هنا الاي اي لما زاد لازم الكي في الفاي في الاوميجا تبدا القيمه دي تقل، وانا كنت مثبت قيمه الكي فاي، وبالتالي الحاجه الوحيده اللي هتبدا تقل هنا هي قيمه السرعه. يبقى انا من المعادله دي برضو عرفت ان لما التيار هيبدا يزيد الاوميجا لازم هتبدا تقل عشان في الاخر احصل على قيمه الفولت الكونستانت اللي هي كانت 220 فولت. وبالتالي استنتجت ان الاوميجا تتناسب عكسي مع التيار، وبالتالي بتتناسب عكسي مع التورك. يبقى دي كده كانت العلاقات اللي احنا عرفناها من خلال التجربه، من خلال القراءات اللي خدناها، من خلال الرسومات، ودلوقتي اكدنا على المعلومات من خلال الايكويشنز، وبدانا نطلع ريليشن شيبس ما بين التورك وما بين التيار وما بين التورك وما بين السرعه وهكذا. فده كده كانت التجربه الاولى الخاصه بالدي سي شنط موتور، وان شاء الله في التجارب القادمه هنبدا نشوف ازاي ممكن نعكس حركه الموتور، وازاي ممكن ابدا اعمل سبيد كنترول على سرعه الموتور.
شكرا ليكم على متابعتكم للفيديو للنهايه، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله.